هذا المؤتمر هو النسخة الثالثة ديال هذه الصيغة اللي عندنا، الصيغة الدولية، وهذه السنة ركزنا أكثر على المنطقة ديال شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نظرا لأنها منطقة واعدة بالنسبة للصناعة ديال السكر، وحاولنا باش يكونوا معنا أكبر الفاعلين في إنتاج السكر في هذه المنطقة، وكذلك الشركاء اللي كيساهموا في هذا الإنتاج ما بين المزودين بالآليات، المزودين بالمدخلات. وركزنا أكثر في المؤتمر ديال هذه السنة على ميدان الابتكار والبحث والتنمية في كل الحلقات ديال الإنتاج، من الإنتاج الفلاحي حتى التصنيع والتحويل والتغليف ديال السكر. أن هذا المؤتمر عندنا شريك استراتيجي فيه هو المنظمة الدولية للسكر اللي كتضم عشرات الدول عالميا، واللي عندها المقر ديالها في لندن، وكتقوم كذلك بتحليل وتتبع المعطيات ديال السكر عالميا. المؤتمر بالطبع غادي يشجعنا أكثر على استنباط أفكار جديدة، على التعرف على شركاء آخرين، وكذلك على تطوير الإمكانية ديال تصدير ديال السكر اللي كان نقوموا بالتصفية ديالو في المصنع ديالنا ديال الدار البيضاء، اللي هو من ما بين أكبر 5 مصانع عالميا في تصفية السكر. وهذه النسخة كذلك كتصادف الذكرى 90 لإنشاء كوزيمار، لأن الشركة ديال كوزيمار أنشئت في 1929، وعندنا واحد المجموعة ديال التظاهرات اللي غادي ننظموها على طول هاد السنة إن شاء الله. وهذا العمل كله هو كان ممكن بفضل الثقة ديال الشركاء ديالنا، ابتداء من المساهمين اللي كيثقوا فينا بصفة مباشرة أو عبر البورصة، بورصة القيام ديال الدار البيضاء، الفلاحة اللي كيشتغلوا معنا في النباتات السكرية، المزودين ديالنا، المعاونين ديالنا داخل الشركة والمعاونات، وكذلك الإدارة اللي ما خصيش ننساها، لأن القطاع ديالنا هو قطاع عنده واحد الدور سوسيو اقتصادي في 5 مناطق مغربية، بحكم أن كوزيمار هو مجمع ل 80,000 فلاح في هذه المناطق. احنا كاللي تمثلوا الفلاحه، فتقريبا الانتاج منذ 8 سنين الان انطلاق ديال المخطط الاخضر، احنا مرينا من 5 طن اللي تنتجوا ديال السكر في الهكتار، ولينا الان يعني في 12 طن، والطموح ديالنا خصنا نوصلوا ل 14 طن، ولو بانه بعض الضيعات احنا تنوصلوا حتى 16. اذا احنا تقريبا تنتقارنوا مع البلدان الاوروبيه، ودائما غادي يبقى هذا التحسن، والتحسن تيوقع اولا على الانتاج، وتيوقع كذلك على الحفاظ على البيئه، لانه الان تندخلوا في واحد الاطار اللي البيئه تتلعب دور، لانه يعني خصنا ننتجوا، ولكن خص تكون يعني فلاحه نظيفه ما تتلوتش.